اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه. Just to recap what we have discussed last time، احنا تكلمنا على section instantaneous center of zero velocity، وقلنا احنا اللي نسميها IC، بمختصر IC، وقلنا نقطة IC هي النقطة التي يدور الجسم حولها as if انه pure rotation، وقلنا اي جسم ممكن نطلع المكان نقطة IC عن طريق ايجاد نقطتين at least الفلوسيتي حقتهم الدايركشن تاعهم، بعدها ناخذ البربنديكولر على التو فيلوسيتيز. نقطه الالتقاء تسمى بالاي سي او الانستنتينوس سنتر اوف زيرو فيلوسيتي زي ما انتم شايفين في الرسم هنا. اوكي، وبعديها تناقشنا في مثال. طبعا في تو كيسز، بس بيفور المثال في تو كيسز قلنا اذا كانوا التو فيلوسيتيز متوازيات، يعني اذا كانوا عندنا هيك بارلل. اوكي، اذا كانوا بارالل في عندنا تو كيسز. اذا كانوا التو فيلوسيتيز عكس بعض، يعني واحد مثلا رايحه تو ذا بوزيتيف اكس دايركشن، ذا اذر وان از تو ذا نيجاتيف اكس دايركشن، قلنا كيف نوجد مكان الاي سي؟ بنشوف كم مقدار طول الفيلوسيتي الاولى وكم مقدار طول الفيلوسيتي الثانيه، بنرسمها وبنمد خط ما بينهما، نقطه التقاء الخط الازرق اللي هو ما بين راسين الفيلوسيتيز مع العمودي على التو فيلوسيتيز هي الاي سي، وممكن توجدها ماثماتكس زي ما حلينا في المثال السابق. ممكن نقول بعد اي سي عن بي بنسميها اكس، وبنحل السؤال وبنطلع قيمه اكس. الكيس الثاني قلنا اذا كانوا الثنتين في نفس الاتجاه، اذا كانوا متعاكسات في الاتجاه بتكون الاي سي ما بينهما، لكن اذا كانوا في نفس الاتجاه الاي سي بتكون يا فوقهم يا تحتهم، واحد من الثنتين تباعا على اني الاطول من الثاني. في الكيس الموجود امامنا VA اقصر من VB، يوم انك توصل السهم ما بين راس السهم الاول والثاني اللي هو الفيلوسيتيز مع البربنديكولر تطلع عندك في الاعلى. لو كانت A اطول بكون التقاء اسفل تحت زي كذا، يعني لو فرضنا A كانت كذا فمعناته العمودي هو موجود طبعا هاي زي هاي الاتجاه، ونقطه الاتصال ما بين راس السهمين معناته هاي الاي سي الجديده تاعتي هي داون. ونفس المبدا بوجد مثلا ممكن اسمي هاي اكس، نفس السؤال اللي حليناه، وموجد كم بعد اي سي عن الفيلوسيتي بي، وممكن كمان نعرف عن فيلوسيتي اي. تمام، هذا السؤال اللي حليناه، واذا انتم متذكرين هاي الاي سي طلعت بالميدل وسميناها اكس، واوجدنا قيمه اكس والفيلوسيتي حقه السنتر از ويل از الاوميجا. طيب نبدا اليوم في مثال ثاني ونشوف نحل يعني مثال ثاني ونشوف كيف هل اللي حليناه متذكرينه يعني، والبروسيس متذكرينها اند سو اون. انا احب انه الحين الناس مثلا يتعاون يتناقش معي في الموضوع. خلينا بس نقرا السؤال اول شيء تو اندرستاند ذا كويستشن ذن وي كان بروسيد. طيب عندي بلوك دي زي ما احنا شايفين في الرسم، هاي عندي بلوك دي، وهاي البلوك دي واضح انه ترانسليشن موشن وبتحرك الى اليمين. Moves with a speed of 3 meter per second. عنده سرعة 3 متر per second. طبعا الزاوية تاعته واضحة 45، الزاوية هنا 90، الزاوية هنا 45، يعني مثلث متساوي الساقين، والطول الضلعين اللي هي ايش 0.4 متر 0.4 متر. اوكي، شو بده الحين؟ بده determine the angular velocities of BD and AB. بده اوميجا هنا واوميجا هنا at the instant shown. يعني at the instant shown معناته تستخدم الانجلز الموجوده عندك هنا. طيب ها مين بيقدر يفيدنا كيف نوجد التفاصيل هاي؟ ها شباب، مين صبايا مين بده يتشارك معي في كيفيه بدء التفكير في حل السؤال؟ في ناس حاب يشارك ولا اختار عشوائي؟ طيب شو بدنا نبلش؟ كيف نبلش الحل في التريك في السؤال؟ أول إشي لازم نكون فاهمين just before اللي هو إنه D moves to the right. It causes AB to rotate ايش؟ clockwise ولا counter clockwise؟ هاي أول خطوة. عشان نفهم السؤال نبدأ نفكر في آلية عمل الميكانيزم. D بروح إلى اليمين. AB. clockwise دكتور. clockwise excellent. excellent. معناته AB راح يكون عندك كذا شكلها clockwise. This is omega. ايش هي اي بي؟ اوميجا اي، هاي اول خطوه. طيب اذا في بي دايركتد بربنديكولار تو ايش؟ الفي دي هي بربنديكولار لايش؟ لاي بي.
اكسلنت. هي الفي بي راح تكون ايش؟ يعني اذا كانت كلوك وايز معناته راح تكون في بي هاي الاتجاه صح؟ انا غلطان؟ هاي في بي صح؟ لانها تتحرك كلوك وايز فمعناته داون. لو كاونتر كلوك وايز حتكون الاعلى طبعا. تانجنت ايش؟ او بربندكولار تو ذا اي بي او تانجنت للسيركل اللي بيسويها اي بي. طيب جميل جدا. شو كمان ممكن نستفيد من السؤال؟ ها شباب. طيب انا بدي اوجد اوميجا واحنا قاعدين في سكشن الانستنتين. طبعا في تو كرايتيريا يعني ممكن توجد عن طريق معلومه زي ما قلنا زمان نحل في مثلا اكس تساوي في واي زائد ايش اوميجا هي كروس برودكت ار اكس وذ ريسبكت تو واي. اوكي هاي الكرايتيريا ممكن تتبعها ما في مشكله، بس احنا بدنا نبدا عن طريق الانستنتينيوس. هذا ميثود ثاني، فانت بتقدر تحل كذا وتقدر تحل كذا. فكروا لي في قصه الانستنتينيوس، شو معي انا الحين في السؤال؟ كيف بدي اوجد؟ انا بدي اوجد اوميجا اي بي، لا تنسوا اوميجا، انا بدي اوميجا اي بي وبدي اوميجا بي دي. ها يلا يلا يا شباب، مين بيقدر يساعدنا؟ مين بيقدر يفيدنا؟ نقدر مثلا نوجد بي دي ولا لا؟ طبعا فور شور لو بدي اوجد انا في بي، خلينا بس نفكر تفكيرا، في بي شو تساوي بالنسبه لناحيه اي؟ VA صح زائد أوميجا في R صح، هذا صفر قلنا، معناته تساوي أنا عندي أوميجا اللي هي أنا أصلا بدي إياها AB و R اللي هي 0.4 صح و R، بس أنا أوميجا مش معاي و VB أصلا مش معاي. بقدر أحل السؤال هاي؟ ما بقدرش أحله. فأنا إيش بدي أستنى أشوف الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني إيش هو الاتجاه الثاني؟ بيقول بروح على اتجاه اللينك الثاني. اللينك الثاني في عليه معلومات ولا ما في عليه معلومات؟ يعني يوم أنا... نعم في عندي معلومات على دي جاهزه. اوكي مظبوط. طيب بتطلع بعدها بي منها. طيب لو جينا رسمنا خلينا نرسمه تحت. اول شيء الكينماتيك دايجرام مهم جدا بالنسبه لي. رسمت انا ايش؟ خلينا نقول هاي النقطه بي وهاي النقطه ايش دي. طيب نقطة B و D، الحين ننتبع لكرايتيريا حقت الانستنتينيوس سنتر. الانستنتينيوس سنتر شو بحكي لي؟ بحكي لي إذا كان عندك تو فيلوسيتيز ممكن توجد الـ IC تاعتهم. لو جات الـ IC تاعت العمود هاي أو البار هذا اللي هو BD، لو جات الـ IC تاعته نحل السؤال بالنسبة لي، لأنه اتس روتيت أراوند الـ IC ولا لا؟ عندي تو فيلوسيتيز الدايركشن تاعتهم معروفة ولا لا؟ مش عندي دي دي كذا بتتحرك؟ مظبوط. وبي كيف تتحرك؟ بهذا الاتجاه دي صح. طب لو جيت انا ارسم العمودي عليهما الاثنين من عندي، طبعا عندك ترسم من عند دي وبي، لازم من عند نقطه دي ومن عند بي. العمودي على دي ايش؟ خلينا نحطه متقطع. اوكي طبعا ونازل تحت، انا ما بعرف وين بروح، تحت وفوق العمودي، وعند بي كذا صح؟ معناته نقطة الالتقاء هذه هي ايش هي؟ This is my I C C ل BD، لا BD only بس. طيب يعني شبه انحل السؤال، شبه انحل السؤال. الحين شو باقي عندي انا؟ كيف نوجد الحل الحين؟ طب لو انا قلت VD مثلا، انا عندي معلومات عن VD صح؟ ولا مش صح؟ في عندي معلومات عن VD؟ ذاكرين يوم قلنا VD شو تساوي؟ اوميجا بي دي صح ولا لا؟ اقربها بس معلش. اوميجا بي دي في ار دي وذ ريسبكت تو اي سي صح ولا لا؟ هاي المعادله تاعتنا. فانا شو اللي ناقص علي باقي في الحل؟ ار تبعت اي سي. اكسلنت ار اي سي، بس خليني اسوي انا واضحه او خليني اكتبها بس سي. يعني اوميجا انا نوجدها صحيح اللي حكت، بس احنا اول شيء قبل اوميجا انا نوجد ار عشان نعرف مقدار اوميجا لتر اون، لانه في دي معي بدي اوجد ار، وار موجوده عندي انا يعني من دايمنشنز بقدر اوجدها، ما فيش عندي اشكاليه. تمام. 4 بالعشره على كوسين 45. 4 بالعشره هاي طبعا اللي بتحكي عنها، هاي طولها كم؟ 4 بالعشره صح؟ اها 4 بالعشره. هاي الزاويه 90، هاي الزاويه ايش؟ 45. لا شو بعرفني 45؟ صح صح، لانه هاي ليش 45؟ اكسلنت 45، لانه هاي 45
وهي اصلا عموديه 90 فمعناته هاي 45. اكسلنت تمام 45. طيب ايش كيف بوجد الحين انا بدي اوجد ار، هاي هي ار دي with respect to IC، وهذا الثاني R B with respect to IC هنحلها بعدين مش الحين، بس خلينا R D with respect to IC. عندي زاوية 45 R D with respect to IC كوساين ال 45 بعطيني إيش 0.4. excellent. معناته أنا عندي هي عبارة عن تساوي، يعني عندي أوميجا، إحنا حبينا نوجد أوميجا بدي بدي صح، بي دي شو تساوي في دي على R D with respect to I C وتساوي V D اللي هي كم قيمتها ثلاثي على اللي هي الحين R D with respect to I C. R D with respect to I C زي ما قلنا 0.4 على كوساين 45. واضح ليش؟ لأنه هنا ال R D شو تساوي اللي عندنا، قلنا لو نأخذ هاي خلينا نسويها باللون الأحمر. من الرقم R D مبيني 4 بالعشر، ار دي مبيني 4 بالعشر، ار دي هاي مبيني 4 بالعشر، هاي مبيني 4 بالعشر اللي بتحكي عنها من بي لاي سي استاذ 45 45 وزاويه 90. انا ما بدي الحين، ما بنشتغل احنا على بي واي سي، بنشتغل على دي واي سي، قاعدين على الخضره، احنا شغالين على الخضره صح، مش بدنا ار دي وذ ريسبكت تو اي سي، احنا قاعدين بنشتغل على هاي. واضح تمام فكرت واضح لا الحين بنرجع على هذيك مش مشكله، خلينا ثواني بس. طيب الار دي هاي اللي باللون الاخضر بدي اسويها باللون الاخضر، انا هاي ار دي وذ ريسبكت تو اي سي بتنفصل لحالتين، حالي كوساين هيك لو اعتبرنا لان القاعده عندي مش مشكله القاعده، وكمان كوساين صح؟ يعني هذا حتكون RD with respect to IC sin theta، وهذا حتكون اللي هي هاي حتكون RD with respect to IC cosine theta، وهاي اللي أنا بكتب فيها إيش تساوي أصلاً 0.4، معناته يتضمن أن RD with respect to IC تساوي 0.4 over cosine اللي هي 45 theta. عشان كذا هاي المعلومة هي اللي حطيناها هنا. تمام، كيف وجدنا قيمة RD with respect to IC. طيب جميل جدا، خليني بس امحى السهم، بعدها تساوي عندي كم قيمتها اللي هي اوميجا دي، لو اجيت بس حليت 3 على 0.4 كوساين 45 حتكون عندك 5.3 راديان بير سكند. طيب كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز؟ معك فكر بس كاونتر. ليش كاونتر؟ ليش كلوك؟ ليش كاونتر وليش كلوك؟ اللي بحكي ليش كاونتر يقول ليش، وليش كلوك ليش؟ استاذ لما بنزل اي بي ايوه بي دي راح ينزل عكس، راح ينزل عكس القيمه طلعت اصلا اتجاه دي لليمين، فهي لما تلف راح تلف باتجاه اليمين، يعني مع عقارب الساعة. مع عقارب الساعة؟ لا مش مع عقارب الساعة. أول إشي طلعت معي موجة. إكسلنت. عكس العقارب. أول إشي شادي ماثماتكس إكسلنت. يعني هاي طلعت عندي بوزيتيف، هاي بوزيتيف means counter clockwise. هاي من ناحية ماثماتكس. أوكي. من ناحية الرسم لا، إذا عندي أنا دفيت دي إلى اليمين. وقاعدة بي بتنزل تحت، شو بصير؟ كأنه البار بصير بلف، كأنه بلف كاونتر كلوك وايز مش كلوك وايز. اللي بيتخيل دي قاعد بسحبها على اليمين وبي بتنزل لأسفل somehow، فمعناته بتتحرك كأنها كاونتر كلوك وايز من ناحية الإيماجينيشن. لكن من ناحية الماثماتكس بيكوز أوميجا إز بوزيتيف، معناته هنا عندي إيش كاونتر كلوك وايز أو منحط السهم كده. تمام. طيب هاي أول واحدة حليناها. شوفوا انتم كيف احنا فكرنا في السؤال. اول شيء كان عندي معلومه في A، رحنا على B سوري، رحنا على A ما قدرناش نحل، رحنا على D عندنا معلومات عن D، رحنا وجدنا الاي سي تاع البار، وجدنا الاي سي تاع البار بعدها ايش قدرنا نحصل على اوميجا عن طريق الانستنتينوس سنتر اوف زيرو فيلوسيتي ميثود. طيب نيجي نفكر الحين في ايش. تفضل. لو الدي بالعكس على الشمال كان
الأوميجا بي دي بتطلع سالب. طبعا هاي مش على الشمال سالب ثلاث، هاي سالب ثلاث بحطها أنا بتطلع سالب خمسة وثلاث، صح ولا لا؟ مظبوط هسه تمام. طيب الحين نروح نفكر في ايش، في مين عنده سؤال ثاني؟ ساري تفضل. الأوضاع تمام إن شاء الله. ساري تمام منيح حسنا تمام، بس تحكي مع مين يا ساري؟ تطلع يلا يا سيدي، بتطول بتطول. طيب يا شباب انتبهوا للمايك، للي يعني المفروض الواحد انه ينتبه للمحاضرة مش يقعد يتكلم تليفونات، صح ساري؟ طيب طيب الحين احنا شو بدنا نظل في السؤال الثاني؟ بدنا اوميجا اي بي، اوميجا اي بي، اوميجا اي بي معناته انا احتاج ايش في السؤال؟ مين بيقول لي ايش اوميجا اي بي؟ كيف بنحصلها؟ بدنا اي سي ل بي ريلاتيف تو اي، بي ريلاتيف ومنها في بي، بي ريلاتيف تو اي. طب الحين بي ريلاتيف تو اي، الاي بقدرش اعرف الفيلوسيتي بتاعتها في اتجاه ثابت زيرو، صح؟ يعني لو قلنا كذا، لو انا ارسم كذا وهاي اي وهاي بي، تمام بي كذا صح تمام، بس اي وين؟ فيش صفر. بدي نقطه ثانيه عشان اعرف الانستانتينيوس سنتر اوف زيرو فيلوسيتي. مين وين الانستانتينيوس زيرو فيلوسيتي يا شباب؟ لهذا البار وين الانستانتينيوس زيرو فيلوسيتي؟ نقطة بي. اي يا استاذ. اكسلنت علاء. اي لان هاي تساوي صفر اصلا، زيرو، لانه الجسم قاعد بلف حوالين اي، الجسم بلف حوالين اي. اكسلنت علاء. فهي اصلا اوريدي موجودة عندي اي، فمعناته انا، فمعناته ايش انا؟ اوميجا، اوميجا اي سوري، خلينا مش حاط اوميجا، خلينا نقول في بي تساوي اوميجا بي سي، صح؟ اي بي سوري، اي بي multiplied R B with respect to I C اللي هي إيش؟ A نفسها، okay with respect to I C اللي هي إيش؟ A نفسها، تمام؟ طيب Omega معناته A B تساوي V B على R B with respect to A. R B with respect to A إيش هي؟ معروفة 0.4 صح؟ 4/10 معناته، بس أنا still V B مش معاي، كيف بدي أحل السؤال؟ يلا مين بيعطينا التريك كيف نوجد في بي؟ ها واضح يا شباب، في بي كيف بنحصل؟ بنحلل الفي بي. كيف بتحللها؟ على الاكس وعلى الواي، باخذها على البار بي دي. شو استفدت؟ هي اصلا على البار بي دي دايركت، بدوش تحليل يعني. أوميجا بي دي في آر بي بالنسبة لآي سي، صح؟ إكسلنت يا ريا. محستل إحنا في السؤال اللي قبله على اليمين، الرسم اللي على اليمين، بقدرش أقول من ناحية الآي سي اللي إحنا وجدناها في بي، بقدرش أنا أقول، بس معلش، في بي شو تساوي؟ في بي أوميجا بي دي ستيل في البار الأولاني أنا، آر بي with respect to آي سي اللي هاي، ولا لا؟ أوميجا بي دي أصلا أنا وجدتها من قبل اللي هي هاي، هتكون 5.3 multiplied RB with respect to IC. هاي RB with respect to IC كيف نوجدها؟ 4/10. لا مين قال لك 4/10؟ RB with respect to IC هاي الأربعة بالعشرة اللي بتحكي عنها، هاي A، هذه الأربعة بالعشرة، بس الفوق شو ده عرفنا فيها كم؟ هذه كمع IC يا شباب يا صبايا، ها؟ نحط RB IC في كوساين، مش كوساين، لأن مقابل هاي، مقابل هاي هتكون إيش؟ تان، صح ولا لا؟ أو إذا، أو إذا أنت بدك تعتبر هاي 45، هاي 45، وتأخذ هاي تفصلها كوساين وساين إلها، بس بصير أصعب شوي عليك، بس أنت مدام، بس مدام، بس مدام أنت مقابل زاوية معينة تأخذ التان، very simple. معناته عندي R B with respect to I C هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن 0.4 اللي هو الضلع الأحمر بي دي تان 45. اللي مش عارف كيف اجت 0.4 تان 45 ممكن نحله اياها. في النهاية هاي بتطلع عندك في بي تساوي كم؟ 2.12 متر بير سكند،
اوكي طبعا، والاتجاه تاعها انتوا عارفينه، الاتجاه تاعها كذا صح، بهذا الاتجاه اللي هي ثيتا. عندي كم، كم ثيتا بتكون يا شباب؟ 45 صح، لان هي تماثل، تماثل 45 الزاويه هذه شايفينها، هي الزاويه نفسها. طيب خلاص الحين نرجع دايركت بنعوض هنا بس، هي بو 2 و12 على 0.4 وتساوي 5.3 راديان بير سكند. كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ هذا المفروض ايش؟ كلوك وايز. كلوك وايز. كلوك وايز. طبعا ليش ما طلعتش عندنا نيجاتيف هنا؟ احنا قلنا اذا بوزيتيف ونيجاتيف صح؟ ليش ما طلعتش عندي بوزيتيف؟ لانه فرضنا الصح. ايش؟ لانك ايش؟ ليش؟ لانه ايش؟ لانه اخذنا موقع الاي سي صح دكتور؟ يعني لو اخذنا موقع الاي سي من مثلا كيف بدي احكي الحين؟ ها استاذ، لان احنا حطينا الفرض مظبوط. طيب الحين احنا عندنا اوميجا الفي بي تساوي اوميجا في ار، فاذا اوميجا طلعت عندي بوزيتيف المفروض ايش يطلع عندي انا؟ يا شباب طب على الرايت هاند رول، كيف على الرايت هاند رول؟ خذ الفلوسيتي حقته. ما هي واحد كلوك وايز واحد كاونتر كلوك وايز. انا فاهم بس بقول لك ليش طلعت، ما طلعتش عندي سالب هنا؟ هي هاي المنطقه، ليش ما طلع عندي سالب؟ ماثماتكس. انا على الرايت هاند رول انا عندي بعيسى صح، يطلع عندي سالب؟ ما حيطلع عندي سالب الا اذا غيرت قيمه الفي بي. اكيد لانه القيم عندي فيش فين سالب، مستحيل يطلع عندي جواب سالب. فهي الـ تحط الايد الدايركشن هاي عندك الاربع اصابع صح، وكم سوري فبتطلع عندك ايش الاصبع الداخل وين بروح؟ لجوه. لجوه معناته ايش؟ كلوك وايز. معناته الاصل هاي تحط لها، يا بتحط لها كلوك وايز يا بتحط لها نيجاتيف، واحده من الثنتين. اوكي از ا فيكتور، هاي سكيلر. اوكي از ا فيكتور اوميجا اي بي تساوي ماينس 5.3 راديان بير سكند، او تحط البدل ماينس كلوك وايز. اوكي في ناس عنده استفسار على السؤال هذا، خليني بس اقيم هاي الاسهم عشان تكون عندي الامور واضحه. في ناس عنده اي استفسار على السؤال؟ شباب صبايا، في ناس عنده اي استفسار على حل السؤال؟ لا تمام. طيب نشوف سؤال ثاني، والسؤال الثاني انت تحلوه مش انا احله. طيب هذا الحل بشكل منتظم للي حاب. شوفوا هاي انا بدي بعد اذنكم، لانه ممكن يجي في امتحان something like this. يعني انت مش حق مرات بقول لك اني استخدم الاي سي ميثود، مرات انت بدك تستخدم الطريقه التراديشنال اللي انت اصلا حليناها في السكشن اللي قبله. try to you do this، يعني حل على اساس في دي تساوي في بي زائد في دي with respect to b، وشوفوا هاي النتائج بتطلع نفس اللي حليناها بالinstantaneous center of zero velocity ولا لا. تمام. طيب هاي السؤال عندنا امامنا دكتور، خلينا نشوف في سؤال قايس. بدي اسالك، امبارح فتحت على اساس على السلايدات بس ما لقيتش عندي 16.6 بيطلع السلايد. نشوف الحين باخر المحاضره بس 12 و16 لحد 16.5 في السلايدز قصدك؟ لقيت لحد 16.5 بس. مش مشكلة، يعني يا إما أنا حاطهم وأنت محدثش عندك، أو إنه اليوم أنا بنزلهم، بس خلينا نخلص المحاضرة ونتناقش في الموضوع. تمام. طيب خلينا نشوف لنا عند المثال الموجود كرانك شافت أي بي، في عندي أي بي اللي هو الكرانك شافت القصير هاي القطعة هاي. أوكي turns with a clockwise angular velocity of 10 radian per second، تتحرك الأوميجا أي بي سماها 10 راديان بير سكند which is clockwise. طيب شو بده؟ determine the velocity of the piston at the instant shown، بده velocity حق سي. اوكي طبعا في سي يا اما بتكون فوق يا اما بتكون تحت، بتتوقع فوق ولا تحت في سي؟ لان هنا clockwise، انتبهوا هنا عندي انا clockwise بتطلع فوق. اكسلنت، معناته انا في سي عندي حتكون كده. فهو ايش بده؟ في سي كم مقدارها؟ الدايركشن انا عارفه لكن مقدارها انا ما بعرف. شوفوا انت المعلومات اللي عندي على الشاشه او على الرسمه
كاملة. عندي أوميجا أي بي 10، عندي أوميجا بي سي 2 و 4، عندي الأنجلز موجودة، عندي الأطوال كلها موجودة، وبقول لي فقط أوجد في سي. كيف ممكن نحل السؤال؟ Very simple السؤال. يلا مين بده يشاركنا ويقولنا كيف نبدأ في حل السؤال؟ تفضل. مش في سي تساوي أوميجا في R؟ في سي تساوي أوميجا في R. إيش R إيش؟ R بي سي. لا، مين حكى لك الكلام؟ أو دك تطلع آي سي. أيوة، إذا بنطلع آي سي للبار هذيك الحين صح كلامك. بتقول في سي تساوي أوميجا اللي هي بي سي في R بين سي وآي سي. حلو. طيب حلو، خلينا معناته نأخذ الكينماتيك دايجرام نشوف. هاي مثلا عندي هاي اللي هو البار اللي بدنا نحكي عنه اللي هو بي هان، وعندي أنا سي هان، صح؟ ما نأخذ العمود عليها. طيب أول شيء خلينا نقول في سي دايركشن تاعها معروف، صح؟ طيب هاي واحد. وفي بي الفلوسيتي تاعتها معروفة دايركشن ولا لا؟ باليمين. أيوة، it's rotating في الكرانك شافت، it's rotating clockwise، معناته في كذا اتجاه عمودي، صح؟ دائما في الروتيشن قلنا عمودي على البار، معناته في بي كذا حتكون هاي في بي. طيب خلينا نجي ناخذ العمودي على هاي وعلى هاي. العمودي على هاي حيكون straight line، تمام، والعمودي هذا حيكون كذا. نقطة الالتقاء هاي حنسميها ايش؟ اي سي. اي سي. الحين بقدر انا اقول في هاي الحالة في سي تساوي اوميجا بي سي في ار سي with respect to IC. هاي صحيحة الحين معادلتي. بس انا عندي الحين اوميجا بي سي معروفة، صح؟ اوميجا بي سي معطيني اياها في السؤال، بس شو باقي عندي مش معروف؟ ار سي. ار سي، سوري على فكرة، ار سي اوكي. اوميجا بي سي، اوميجا بي سي على فكرة الأوميجا بي سي مش في السؤال موجودة. هاي على فكرة إنه بس عشان الحل المفروض مش موجودة، أوكي؟ المفروض مش موجودة، إحنا حنوجدها، تمام؟ مش مشكلة نوجدها الحين. طيب نوجد أول شيء R C with respect to I C. كيف ممكن نوجدها؟ مين عنده تريك كيف نوجد R C with respect to I C؟ بدنا نوجد الضلع، هذا بدنا نوجد الضلع اللي بدأ لونه باللون الأحمر. كيف ممكن نوجده؟ مين المسافة ضرب الزاوية بس. هذا الضلع الأحمر، المسافة. المسافة أنا عندي هاي طبعا عشان تكونوا في الصورة، هاي point 75. أوكي تمام. شو كمان عندي معلومات عنها؟ هاي الزاوية معروفة عندي يا شباب ولا لا؟ هاي الزاوية، وهاي الزاوية معروفة عندي ولا لا؟ مفروض معروف استاذ 70.4 76 لانه هاي 13.6، هاي 13.6 وهاي 90 المفروض، صح؟ معناته هاي حتكون عندي 76.4. اكسلنت. طيب شو كمان عندي؟ الاي سي هاي معروفه ولا مش معروفه؟ الزاويه اللي عند الاي سي. اه طبعا. كيف هاي؟ بما انه معي زاويه ومع ضلع دكتور بوجدها من جيب وجهه الزاويه. اكسلنت. بس الحين اول شيء بدنا نعرف الزاويه اللي عندي الاي سي معروفه ولا لا؟ مش 13.6%. كيف؟ مش معطيني الزاويه 76.4 تان الانفرس للمقابل على المجاور، نوجد الضلع الثالث وبعدها نوجد الزاويه. المقابل على المجاور تان 76. بدك تحط في بالك انه معلش بس يمدك تستخدم كوساين، ساين، تان، هذول بدك تحطها في بالك. المثلث لازم يكون قائم الزاويه. وين هو المثلث قائم الزاويه دكتور؟ انا عندي مثلث قائم الزاويه اللي هو انت حكيت اللي هي 13.6 مع ال 76.4، وعندي طول الضلع بي سي. ايش بلزمني اكثر من هيك؟ بلزمنيش. خلص في كوساين 76 0.75 في كوساين 76.4. لا لا لا، لأنه أنت بتحكي عن هاي 13.6، 13.6 لهاي، صح؟ تحت
تمام. طيب وين مثلث القائم الزاوي عندك؟ انت مثلث القائم الزاوي اللي بتحكي عنه بدي ارسم لك اياه بالازرق وبعدها انا امحاه عشان تكون في الصوره دائما. دكتور 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 بس ثواني ثواني. تفضل. انت الضلع اللي بدك اياه الاحمر تمام؟ مزبوط. اول شيء انتبهوا يوم تقولوا لي كوساين وساين بدي مثلث كامل قائم الزاويه، ما تناقشونيش في غير الموضوع هذا تمام. شباب في قانون اخذناه انا اعطيتكم اياه في التشابتر الاولاني، سهل جدا لاي مثلث زي كذا. صحيح دكتور. او في طريقه هيها انه بحط ال 25 بدي اطلع من A ل C طول الضلع وانا بقدر اطلعه من زاوية 13.6 والزاوية 45. وين وين؟ اي سي؟ تمام؟ اي سي. طب كده تطلعه اي سي؟ وين قام الزاوية تاعه؟ ثواني، اللي هم عندي مثلثين، واحد مع الضلع 75 واحد مع الضلع 25. ضلع 75 وضلع 25. خذ من زاوية 45. تمام دكتور. شوي خليني بس اكمل ثواني فكرتي. هي موجوده عندك زاويه 45. ايوه زاويه 45 اللي تحتها زاويه 45 طلع من طلع بالضبط طلع طيب. منها اللي بالنص اللي عند بي طلع منها خط قائم للضلع اللي جنبها اي سي، ومن 75 فت في كوساين 13.6 و25 فت في كوساين اللي هي ايش الزاويه اللي تحت مش متفهم. يعني هيك بدك اياها انت هذا الضلع هذا 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 فهمت عليك ولا لا؟ لا بس خط دغري ليش انت طلعته مايل؟ مش مشكله زي الخط الازرق زي هذا صح؟ تمام تمام. المهم منهم بتطلع وبتجمع الضلعين بيطلع معك طول اي سي. هسه ماشي بس بس ثواني ثواني ثواني. هاي زاويه قائمه صح، بس هذا المثلث اللي بتحكي عنه الضلع الثاني وين قائم الزاويه فيه؟ برضو اخذتها من تحت لما انا رسمت الخط اللي تحت عملت زاويه قائمه للمثلثين من 45 دغري على اي سي عملت زاويه قائمه للمثلثين. طيب بدي ارجع لك عشان اوضح لك، بس هاي طبعا نقاشات ماثماتكس المفروض تحلوها في البيت بس مش مشكله. هاي قصدك انت كذا صح؟ تمام بالضبط. هاي عندي مثلثين قائمين الزاويه. طيب هاي انا الزاويه مش عارف 45 سوري هاي معروفه 45 45 واللي فوق معروفه. دقيقه بس خلينا عشان هاي معروفة 90 تقدر توجد هاي وهاي صح اكسلنت. بعد ما وجدت هاي وهاي خلص بكس بساين 13.6 بيطلع عندي اي سي مع سي اكسلنت كيك واضح. الحين اذا عرفت انا الضلع حاط طوله اللي زي اللي حكاه هو وانا عندي اصلا 90 هنا لاحظين انه هم في عندي 90 بقدر اوجد الضلع الاحمر على الساين والكوساين والتا اكسلنت صح طريقتك كلامك سليم تمام. طيب في ارحم حياك الله ارحم من اللي حكيته انت في ثواني ممكن احله قانون الجيو صح؟ قانون الجيو دائما قانون الجيو ممكن عندي مثلث انا موجود مش قائم الزاوية. انت صح لك قبل شوي كلام سليم بس انا حليت بروسس واحدة ثنتين وجيت تحت كمان حليت ثلاث مرات متتالية هذا كونسيوم التايم بس الحل صحيح من ناحية الماثماتكس اوكي. الحين احنا اذا استخدمنا دائما مثلث مش قائم الزاويه عندي وعندي زوايا واضلاع بقدر استخدم قانون الجيوب. قانون الجيوب الضلع على على ساين الزاويه المقابله يساوي الضلع الثاني على ساين الزاويه المقابله يساوي الضلع الثالث على زاويه ساين الزاويه المقابله اوكي. طبعا هاي معروفه عندي 45 احنا نرجع لمرجوعنا ليش؟ لانه هاي 45 اللي هان صح 45 فهي تماثل لانه ايش عندي نفس الضلع نفس الضلع اوكي. ف45 هنا وعندي الزاويه هذه معروفه عندي هذه معروفه عندي الضلع هذا معروف بقدر اوجد هذا وبقدر اوجدها من قانون الجيوب. كيف بقدر اقول 0.475 اللي هو الضلع الطويل على ساين الزاويه المقابله اللي هو ايش هي 45. طيب واللي بدي اياها انا اصلا ار سي وذ ريسبكت تو اي سي اللي هي اللون الاحمر على ساين الزاويه المقابله اللي هي ايش هي اللي هي ساين ال180 ناقص اللي هي 676.4 ناقص 45 لانه مجموع زوايا المثلث 180 ولا لا؟ يعني هذه بقدر اوجدها هاي ثيتا اللي هي هاي ثيتا سميناها اوكي اللي هي 180 ناقص 76 الحمراء ناقص 45
اللي هي ايش الخضراء. اوكي فانا من هاي القانون بدل ما حل ثلاث مرات جست حل واحد كالكوليشن واحد بيطلع عندي 0.9056 FT، ولكن لا يمنع هذاك الحل اللي حلناه اول شيء انه صحيح 100%. تمام. طيب من نفس قانون الجيوب ممكن اوجد انا اللي هو الايش الضلع هاي ولا لا اذا احتجته انا ليتر اون، انا هحتاجه لانه لازم اوجد انا في بي، انا لازم اوجد في بي. هاي كيف بقدر اوجدها؟ 0.75 على ساين 45 تساوي ار بي وذ ريسبكت تو اي سي، اللي هو هذا ار بي وذ ريسبكت تو اي سي على ساين ايش الزاويه المقابله. ايش هي ساين الزاويه المقابله؟ 70.4. لا 76.4. اي صح 76 سوري 0.4. تمام. طبعا هاي ثيتا في الحال بتطلع عندك 58.6. طيب من هاي الحاله يتضمن انه ار بي وذ ريسبكت تو اي سي بتطلع عندي 1.031 اف تي فيت. اوكي فهي اول واحده اوجدناها والثاني اوجدناها. نرجع لما رجوعنا اللي هي في سي. الحين في سي شو تساوي؟ اوميجا بي سي في ار سي وذ ريسبكت تو اي سي صح؟ وهي شو تساوي؟ اوميجا بي سي كم؟ الحين اوميجا بي سي سوري ما عرفناش اوميجا بي سي، خلينا ثواني قبل هاي. اوميجا بي سي كم؟ كيف نوجدها اوميجا بي سي؟ احنا قلنا انها موجوده في السؤال which is wrong. اوميجا بي سي كيف نوجدها؟ مين بفيدنا كيف نوجد اوميجا بي سي؟ معنى اوميجا اي بي كيف؟ واحد معلش رايا تفضلي. انا رايا في بي على ار بي بالنسبه لاي سي. في اكسلنت. يعني نقول اوميجا بي سي بناخذها لانه المعلومه هاي عندي معروفه اصلا. في بي في بي على اللي هي ايش ار بي وذ ريسبكت تو اي سي. ار بي وذ ريسبكت تو اي سي معروفه، بتظل عندي في بي. في بي معروفه ولا مش معروفه؟ في بي في بي كم؟ مين بيحل لي كم مقدار في بي؟ شباب صباح الخير. في بي كيف كم كم؟ دكتور في بي تساوي اوميجا اي بي في ار اوميجا في ار يعني 10 في 25%. ايوه اكسلنت، معناته اوميجا في بي. اوكي اكسلنت يا استبرق. اوميجا بي سي في ار بي في بي اوميجا VBC يستبرق مش VB. طيب معلش أنا كنت أتشت. طيب صح VB إيش بتكون؟ لأن هي rotation pure rotation هنا عندي، فعناته VB شو تساوي؟ أوميجا في اللي هي الـ R تاعت with respect to A، with respect to A اللي هي 10 اللي هي الأوميجا AB، أو خلينا أكتب لكم إياها معلش بلاش تخربطوا، اللي هي أوميجا AB في إيش RB with respect to A اللي هي IC. الـ A هي الـ IC أصلا عندي الحين على RB with respect to IC، وهي تطلع 10 زي ما قلتوا multiplied اللي هو المسافة 25 على RB with respect to IC. أصلا طلعناها إحنا كم مقدارها؟ 1.031. فبتطلع عندي أوميجا بي سي إيش تساوي؟ 2.425 radian per second اللي هو حطها هنا على الرسمة دمحاها هي شايفينها اللي إحنا قلنا أصلا موجودة عندي في الرسمة في البداية. طيب باقي عندي الحين إيش يتضمن؟ في سي شو تساوي؟ أوميجا بي سي في آر سي للآي سي. إكسلنت، اللي هي 4.3 فرضا تقريبا في آر سي with respect to آي سي 0.9056 اللي هي طلعناها فوق أول شيء. صح. وتساوي عندي هاي قيمة 2.2 feet per second، وهذا الأنسر اللي أنا أحتاجه. هو بده إيش الفلوسيتي حقت في سي، وإحنا قلنا دايركشن تاعها إلى الأعلى. واضح حل السؤال؟ يعني هنا سؤال ايش يعني؟ رحت جبت انا بده في سي، فدايركت فكرت في البار هذا بده اوجد الاي سي تاعه. الاي سي تاعه تغلبنا فيه شويه، عرفنا انه في تو سوليوشن له عشان اوجد الدايمنشنز. اوكي بعد ما عرفت الدايمنشنز نحل السؤال. من في سي بقدر اقول فيرست اوف في سي تساوي اوميجا حقه البار هاي مع المسافه الحمراء اللي هي وذ ريسبكت تو اي سي. تمام. فانا جيت ايش وجدت اللي هو بدي الاوميجا، بس باقي عندي الاوميجا بتاعت البار. بوجد الاوميجا بتاعت البار من وين؟ من في بي. في بي سهله بوجدها من هنا اوميجا في ار. فانا يوم عرفت في بي بقدر اقول في بي تساوي اوميجا حقه البار هاي في الضلع الاخضر هاي، معناته بقدر اطلع انا ايش اوميجا حقه البار. باجي بعوض الاوميجا في معادله الفي سي هاي تطلع عندي في سي.
يعني باخذ معلومات من فوق وبنزل بجلب معلومات من تحت عشان احصل معلومات بالنص احل السؤال. ببدا انا بالمطلوب بقول في سي تساوي اوميجا في ار، اوميجا مش عارفها، بروح افكر كيف اجيب اوميجا. طب كيف بدي اجيب اوميجا من نقطه ثانيه من نفس البار؟ معناته في بي تساوي اوميجا في ار. طيب في بي مش معاي، كيف بقدر اوجدها؟ برجع على الضلع تحت، الضلع تحت عندي معلومات بقدر اوجد في بي. عرفت في بي، رجعت عوضت في بي فوق طلعت عندي اوميجا، اخذت اوميجا رحت عوضتها في في سي طلعت عندي في سي. فيري سمبل. اوكي، بس بدك تو ثينك البروسيجر شوي. مرات بمرق عندك تريكس في الماثماتكس زي ما شفنا هان شباب، بس للمعلومه اي مثلثات بتتواجه فيها اذا انت عندك معلومات كافيه تستخدم قانون الجيوب او الكوساين لو، دايركت تستخدم الكوساين او قانون الجيوب، او فر لك في الوقت والتفكير وايش واحتماليه الخطا، لانه بتكون الاجابه اسرع. لكن لا ضاير زي ما حلينا في الاول مع الشاب ما مش ذاكر اسمه، لكن نستخدم الهش التحليل بحيث انه انا اجيب اضلاع معينه عن طريق استخدام قانون الجيوب اللي هو فيثاغورس لو، انه انا لازم بس لازم انتبه انه يكون عندي في كل حل مثلث قائم الزاويه، لازم انتبه انه يكون عندي المثلث قائم الزاويه ولا حل بيكون خطا. تمام، في ناس عنده اي استفسار سو فار؟ شباب صبايا في ناس عنده استفسار سو فار على الكويشن اللي حليناه؟ هذا هو الحل بشكل منتظم. اوكي ممكن تشوفوه. طيب النكست ليكتشر ان شاء الله انا dont need to start a new lecture، حنتكلم في اللي هو الريليتيف موشن اناليسيس with acceleration. اوكي احنا اتكلمنا في السكشن اللي قبل الانستانتينيوس الريليتيف موشن اناليسيس للاكسلري للفيلوسيتي، الحين نتكلم عن الاكسلريشن، حنتناقش فيها المحاضره.